السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير في احسن احوالكم. كيف ما كتشاهدوا معايا، بالنسبة لفيديو اليوم جبت لكم فيه جديد موديلات الجلابة المغربية باخر ما كاين في الخياطة. موديلات رائعة كيف ما العادة، كيناسبوا جميع الاذواق. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتكملوا معايا الفيديو الاخير ان شاء الله. ونبداو باول موديل. اما هاد الجلابه حتى هي من قطعتين مخدومه بالمسلول على طول الجلابه مع راندات الكرميطه في الوسط، حتى هي على طول جلابه مع ضريس خفيف في الكمام والقب، الوان مبهجين وكتجي هماويه.
وهاد الجلابه بهاد اللون المبهج براندات الحصيره مع طريزات باليد في جناب ديال نص الطوق والكمام بالوان مناسبين لون الثوب وطريس ديال اليد البراد في الكمام وفي القب. وحتى هذه نفس الموديل تغير في اللون فقط. ولعشاق الفخامة هذه جلابة بالقميص ديالها مخدومة بالراندة والتنبات والطرس في الكمام والصدر مع راندة الحباب الألوان على طول الجلابة وضريس خفيف حتى وبالألوان في الكميمات وفي القب. أما هذا الموديل جلابة بخدمة